مرأة في أوروبا كافرة. أوروبا مش أبزخوغة دين زيما إيمان زيمار أسلمت إيمان قحا إسلام دين قحا. قالوا لها ما هو السبب الذي أدى إلى إسلامك؟ يوب شاخت مسلمان دين مطوف وقيز غحار ستوي قريحار إسلام دين مديخ. قالت أنها كانت تعمل في غسل الملابس، في غسيل الملابس تعمل في هذا. بزفوغم جياشي سا شغن زججو أخوة جبن دي أخوة لجابن سشتاجة. ورأت نظافة الملابس الداخلية للمسلمين لأنهم عندما يأتوا البول والغائط يتطهر ويتنظف خلافا للمشركين. قلت استاشي شغن تلتخم قاحورة أخوة زججتي مسلمنخم يا جورج شغنخم يا قبساخم كلفستا مدري ما مسلمنخم يا جورج شغنخم يا شتغم او دفعي ختم علاش قصص شتار في دين. فأسلمت بهذا السبب لأننا ولله الحمد لابد يجب على المسلم أن يتطهر من البول والغائط. دفع جاش حوسوي مو على مسلمين دين خوباش علاش مسلمان دتخنمي شو بيجامي بسونم دي غطحامي قبزابسو سيغا قبز جنويش يشغنم نجس باري نمسو. نطهر البدن، لابد من طهارة البدن. سخوني أبشاب كل قابزو زري حنوي مسلمان. ولابد من طهارة الثوب يشغن ري قابزو زري حنوي. ولابد من طهارة المكان شو بس دشعري قابزو زري حنوي. فأنت الآن تتطهر وتحث على الطهارة. يجي مسا غدو وشتما مسا بديش زشبغا قابزو قشيجر يجي قابزنغم خويبجو قشيجر.